السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة الناجح للمعلوميات في درس جديد حول طريقة شحن تعبئة الجوال برصيد البايبال، يعني في جميع أنحاء العالم، يعني في جميع الدول. هذه الطريقة يعني يمكن لها يعني يمكن أن ترسل بها الأموال، يعني أو التعبئة، أينما كنت، يعني في أي دولة في العالم. يعني طريقة يعني لطالما يبحث عنها الجميع، لأنه يعني الأغلبية الذين يعني يكسبون المال عن طريق الإنترنت، في الإنترنت عن طريق الباي بال، يعني يجدون صعوبة في تحويل هذا المبلغ إلى تعبئات يعني حول الهاتف، ويلجأون إلى أسلوب يعني أسلوب التقليدي، وهو بيع سولد الباي بال لأحد الأشخاص مثلا، مقابل أن يرسل لهم يعني تعبئة. وهذا غالبا ما يكون في خطر بالنسبة لكلاهما، يعني هنا في عالم يسوده يعني النصب والاحتيال. واليوم سوف أقدم لكم طريقة شحن الهاتف، يعني عن طريق خطوات بسيطة فقط، يعني عن طريق موقع اسمه دينك. هنا يعني سوف نقوم بالدخول إلى هذا الموقع، يعني سوف أضع لكم يعني رابط التدوينة يعني في أسفل الفيديو، لكي تجدوا فيها يعني رابط الموقع المباشر. إذا سوف نقوم أولا بالدخول إلى موقع دينك، هكذا سوف ننتظر قليلا حتى يتم توجيهنا إلى الموقع، يعني فقط 15 ثانية، يعني ليست يعني كثيرة. إذا هذه الطريقة يعني جيدة جدا، يعني وأحسن من الطرق يعني التي يشرحها بعض اليوتيوبرز. يعني هناك طريقة أخرى، يعني عن طريق يعني تطبيق، يعني تحميل تطبيق معين، وتلك الطريقة يعني جربتها عدة مرات، ولكن يقولون أن يعني إرسال التعبئات ليس متاح، يعني والأجدر أن هذه يعني الطريقة أو هذا الموقع هو الأسهل في الاستخدام. هنا تقوم أولا باختيار يعني البلد، مثلا أنا سوف أختار، يعني هناك مجموعة من البلدان كما ترون، يعني هناك مجموعة من البلدان، لا الدول العربية ولا الأوروبية ولا الأمريكية، يعني تقريبا كل دول العالم. أنا سوف أختار يعني المغرب، سوف أبحث عن المغرب، هناك الجزائر، هناك يعني مصر، هناك ليبيا، هناك يعني العديد من الدول، سوف أختار المغرب يعني هنا، وسوف أكتب مثلا رقم يعني هاتفي، ليس هاتفي ولكن يعني رقم أتذكره فقط، سوف أقوم بكتابة هكذا. ومباشرة سوف يعطيني يعني الشبكة التي ينتمي إليها هذا يعني الرقم، يعني تلقائيا، يعني هذا الموقع يعني يقدم لك الأشياء كلها تلقائيا. هنا يوجد اختيار المبلغ الذي تريد أن يرسل إليك، مثلا هناك 200 درهم مغربية يعني ب 23 دولار فاصلة 99، هناك 10 دراهم، هناك 20 درهم، 30، 50، يعني تختار المبلغ الذي تريده، أو يعني اختيار يعني الداتا، أو يعني رصيد انترنت، هناك 10 جيجا، هناك 500 ميجا، يعني 1 جيجا، 2 جيجا، 3 جيجا، يعني 5 جيجا إلى آخره. تختار يعني المبلغ الذي يناسبك، وكل مبلغ تلاحظ أن السعر أسفله، يعني مثلا هنا يعني 1 جيجا بدولار وفاصلة صفر فاصلة صفر أربعة عفوا،
تختار يعني أي مبلغ تريد. مثلا نختار ان جيجا داتا صالحة لثلاث أيام، $0.04 نختارها هكذا. هنا تقوم بإدخال يعني اسمه الاشتراك، يعني تقوم بالاشتراك في الموقع. أنا مشترك يعني من قبل، سوف أقوم بتسجيل الدخول، يعني خطوات بسيطة للاشتراك، يعني لا مضيعة للوقت ولا أي شيء. هنا أنا من قبل قد أدخلت يعني طريقة الدفع اللي هي الباي بال. هنا يقول لي أنني سوف أدفع يعني $0.53، يعني مبلغ جيد مقارنة ب يعني أنك يعني يشتري منك أحدهم الرصيد مقابل التعبئة. هذا يكون فيه خطر على البائع وعلى المشتري أيضا. إذا هذه هي الطريقة التي أرسل بها الأموال من رصيد، فقط برصيد الباي بال. أتمنى أن تستفيدوا من هذه الطريقة، وأتمنى أن تدعموني بالاشتراك في قناتي، لا سيما أنها يعني جديدة في هذا الشيء. أتمنى أيضا أن تزوروا موقعي وأن تكونوا من المتابعين الأوفياء له. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس، وإلى اللقاء.